ايه فوالا. انا والله لا حبيت نسقسيه برك وعلاش تلفزيون لينا هذا ما كان فقط عبد الرحيم وعلاش تلفزيون لينا سون فوار دوكا بلومي تلفزيون لينا بريميرمون اسمح لي واش تبارك تلفزيون لينا باسكو ديجا كانت عندي اون اكسبيريونس ديجا مع مسيو سمير بوجاجا اللي تقدر تقول بلي سمير كانت عنده لمسه يعني في لو سوكسي تاع دان لاشو وين ليدي ديجا الفكره تاع انه الضحك ولا اي عبسه ديرها زعما تخدمها تخدمها بوندون لاني كنا نجوزو الجمعه والسبت ردينا شغل ليكيب ناسيونال تدخل على 8 تشوف الماتش راك فاهمني فوالا تسمى سمير سي بيرسون لي كيفاش يقولوا حنايا عنده 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 لا فيزيون مليحه في الدومين وانايا شغل نقدر هذا الشيء ونحب الناس اللي يعني لي كومبيتون اهل الميدان يعني لا بروف هام كاع الاوجه ما شاء الله يعني صافي بليزير يعني فهمني محمد جاوبتك بصح شنو سون فوار انا ما عرفتش وعليلو يقلقك ولا ما يقلقكش عليلو ايه. عليلو باركينغ على بالك انا الناس حاطيني باركينغ باش تفهم اللي عنده كومبيس برا يجي بعده راك فهمني العزيز فوالا وهذه هي تسمى قناه لينا سي سال والبرنامج تاعك رحيم راح تستضيف من خلاله شخصيات فنيه ثقافيه ربما ناس تاع مسرح تاع فن وتحاورهم بطريقتك الخاصه طريقتي الخاصه فوالا ونديروا معاهم عفايس يعني يكونوا معاهم وين يجي يعني يسيب روحه عند في داره كي فهمتني ممتاز واحد لا فاصون سبيسيال واحد ان شاء الله تكون حاجه يعني اكيد اكيد اذا كان فيها رحيم وفيها لينا تي في اكيد راح تكون ان شاء الله هذه صافي بليزير يعني